أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. السلام عليكم.